نحن الخريجين التربويين في جميع المحافظات وبالخصوص محافظة النجف مستمرين صار ما يقارب سنة نتظاهر ونعتصم بالطرق الدستورية المشروعة للمطالبة بأبسط حقوقنا. نطالب لنا بعقد اللي هو 200 ألف دينار ما على كل قيمة. انطينا شهيد من محافظة الديوانية أخونا السيد عباس رحمه الله، السيد عباس الموسوي. اليوم تم التجاوز علينا وعلى بنات النجف من قبل بعض القوات، وهناك أدلة وفيديوهات موجودة. نحن مستمرين ما نتراجع لحد ما تتحقق مطالبنا. نحن الخريجون التربويون من غير المحاضرين خرجنا باعتصامات ومنذ سنة أمام مديرية التربية وأمام المحافظة من أجل عقد وزاري 250 ألف دينار وهو لا يساوي راتب رعاية اجتماعية بالأساس، لكن مع الأسف اليوم تعرضنا إلى اعتداء من قبل بعض القوات الأمنية. محافظات العراق كافة طالعة اعتصام سلمي مستمر حتى تحقيق المطالب، ماكو رجعة أبد حتى تتحقق مطالبنا، وعلى رأس هذه المطالب هي العقود الوزارية أسوة بإخواننا المحاضرين، وماكو رجعة أبد. نحن كخريجين تربويين غير محاضرين صار لنا نطلع أكثر من سنة هنا أمام التربية للمطالبة بحقوقنا، وهو أبسط شيء، يعني الخريج أبسط حقوقه هو التعيين. احنا في بلد اذا ما تطلع وتتظاهر وتعتصم ما تنال حقوقك. احنا اليوم كبنات خارجين هنا بالشارع تعرضنا لاعتداء من قبل قوات الشغب، يعني اكو احد يقبل مناشدتنا الى مصطفى الكاظم والى اي مسؤول، اي احد يقبل انه يصير اعتداء على بناته؟